شوف يا أستاذ أحمد، الحمد لله الآلة العلمية الطبية المصرية آلة قوية، والدعم اللي خدناه في الفترة اللي فاتت لم يسبق أبدا أنه حصل. إحنا عندنا في مصر 152 مصنع منتج للدواء، وعندنا كل الأدوية العالمية في اللحظة اللي بتنتج فيها عالميا بنقدر نتوسع وننتجها في مصر. وده اللي خلانا بحمد الله كثيرا ودعم كبير سياسي وحكومي قدرنا نغطي فترة الكورونا، وما زلنا يعني يمكن 99% من الأدوية التي نستخدمها موجودة محليا. لما طلع أدوية استخدمت، هي صحيح قبل كده ما كانتش مختصة بفيروس كورونا، لكن استخدمت في علاج أمراض أخرى، وتجارب عالمية قالت إن هذه الأدوية لأنها برود سبيكترم أنتي فيرال، يعني ضد الفيروسات متسعة الأكشن أو المفعول، قدرنا نصنعها في مصر. مش كده بقى، هذه الأدوية التي صنعت في مصر بحكم الجائحة اللي موجودة وبحكم تسجيل الطوارئ العاجل، قدرنا نصدر منها كمية ضخمة جدا للدول الأفريقية الصديقة، وبالعكس احنا صدرنا لبلاد أوروبية أكثر كمان. من الأدوية بتاعتنا التي صنعت في مصر. والمولكيول الأصلي ما كانش مصري، لكن قدرنا نصنعها بمواد خام وتركيبة حصلت في مصر، والمصانع المصرية أنتجت. كويس. الأدوية الجديدة اللي حضرتك بتتكلم عليها، في دوائين دلوقتي، واحد منهم بتاع شركة ميرك والتاني بتاع فايزر. بتاع ميرك احنا خدنا الحقيقة متعاونين جدا جدا، ودونا حق تصنيع هذا الدواء، وكانوا مدين حق تصنيع المواد الخام لبعض الشركات الهندية. الشركات المصرية كلها 13 شركة جابت هذا الدواء، وخمسة أنتجوا بالفعل، وهينزل السوق، هينزل للمستشفيات. هقول لك ازاي دلوقتي. انما هذا الدواء هو ضد الفيروسات، بيقلل تكاثر الفيروس اللي هو بتاع كورونا الجديد في خلايا الإنسان، وبهذه الطريقة احنا بنوقف تكاثره، فبنوقف المرض. هذا المرض احنا خدنا درسنا الموضوع دراسة وافية جدا. بدأوا يجربوه في الأول في الحالات الشديدة، فلقوه مش جايب تأثير. فهو دلوقتي بتكتب عشان بس نبقى محددين، محدش يتكالب عليه، هو مش هو الحل السهل، لكن هو مع الحاجات الأخرى، مع الوقاية، مع التطعيمات، في الحالات البسيطة أو البسيطة إلى متوسطة بنديه، بيوصفه الطبيب، محدش يروح يشتريه لوحده، مش متاح لوحده، لأن الدواء له استخدامات وله موانع وله مضاعفات زي أي دواء في الدنيا. فسوف يؤخذ للحالات البسيطة إلى متوسطة التي تعاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد اللي هو كوفيد 19. الكوفيد 19 ده المرض، لكن الفيروس هو كورونا أو متحورات. وفي نفس الوقت ما يكونش عندهم موانع. ما هي الموانع حتى الآن؟ ما يتخدش أقل من 18 سنة، ما يتخدش للسيدات الحوامل أو متوقعات الحمل. مش كده وبس، زوج الست اللي فيه احتمال انها تحمل مفروض ما ياخدش ده.